فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السن الذي يناسب في اصطحاب الصغير أو الطفل الصغير إلى المسجد ليعتاد على الصلاة؟ تمييز، إذا كان مميزا بالغ 7 سنين فأكثر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم. فضيلة الشيخ، أما إذا كان قبل 7 ويستصحب خايف عليه وبيحافظ عليه ما في بس يضبطه عن الأذى وعن نعم.